العبايات، طقس رمضاني لا تستغنى عنه السيدات في رمضان، سواء في المنزل أو في الخارج خلال السهرات الرمضانية أو الغبقات وفي الخيام وغيرها. في محكمة الموضة الإطلالات الأنيقة رح نحددها لكل سيدة، هناك مواصفات للعباية المناسبة لها، ورح نوضح أيضا الصواب والخطأ في اختيار العبايات مع خبيرة المظهر لمى علاء الدين. يسعد مساك يا لمى، كل سنة وانت طيبة. انتو ألف خير يا رب. طبعا العباية والجلابيات والأتياب هذه عشان ناخذ راحتنا في الأكل وندخل براحتنا وميبان، فخلينا ندخل على طول على أفضل الإطلالات وإيش الممنوع وإيش المسموح. بس قبل هاي بدي أعذر من الرجال ريم، لأنه هالمرة إحنا مستثنين الرجال لأنه موضوع العبايات كثير زخم. نحكي على السيدة. خلينا هلا إحنا لكل جسم له طبيعة معينة، ما بزبط العباية اللي أنت بتلبسيها مثلا أنا ألبسها. فحنقول على الأخطاء اللي بتورد عند الستات. مثلا على الجهة الشمال، إذا أنت ليلى وقصيرة ما بصير تلبسي عباية بخطوط أفقية لأنها بتأثرك بزيادة، فاعتمدي الخطوط الطولية عشان تعطيكي طول أكتر. حلو، أوكي طيب حلو. هذا اللوك الأول الخطوط الطولية. خلينا نشوف كمان اللوك آخر للعبايات. بتعرفي عندنا 5 انواع من الاجسام وكل جسم بيختلف عن الثاني. مظبوط. هلا اذا احنا الجسم قليل ورفيع ما بصير يروح للطبعات اللي كثير ضخمه لانها بتاكل منك. فروحي للطبعات اللي كثير رفيعه، انتبهي عليها مني. حتى لو عجبتك العبايه على حدا ما تروحي عليها اذا انت جسمك كثير قليل. طب انا دحين لابسه طبعات بس مش ليا ولا لا مندمجه مع بعض؟ هلا هاي الطبعات كثير واضحه فماكله من جسمها، عارفه؟ أيوة. هديك معطياها تكون صغيره. بالضبط بالضبط. طيب. شيء يتناسب. لكن اذا وزنها مثلا زايد أكيد تروح للكبير. ممتاز. خلينا نشوف اللوك اللي بعده. هلا في عندنا نوع من انواع الاجسام اللي هم بنسميه المثلث المقلوب اللي اعرض شيء فيه بالضبط الكتاب. فاذا لبست مثل هاي العبايه وفوق رفراف على الكتاب زادت ضخامه على الجزء العلوي طبعا، فبطل في تناسق للجسم. فاكيد اللي اكتافها عريضه ما تروح لهي العبايه بل تروح للكتف الساحل وتروح للتكتشر والالوان على الجزء السفلي حتى تاخذ العين على الجزء السفلي. يكون الشغل كله من تحت بالزبط. يعني وتبعده عن الاكتاف العريضه. ممتاز حلو. خلينا نشوف كمان اللوك اللي بعده. هلأ هون إذا أنت نفس الإشي بنرجع بدك تاخدي طول وبدك قامة ممشوقة ما تعتمدي ألوان كتيرة، يعني حتى الحجاب لون، حتى العباية لون، حتى الفستان لون. طيب ما أعطاها بالضبط، خاصة إذا جسمك قليل ريم. فلما تروح للمونوكروماتيك لوك اللي هو اللون الموحد بيعطيك طول وبيمشق الطلة تبعتك، عارفة؟ فهذا ننتبه عليه شو نوع جسمك وشو العباية اللي لازم. لا يعني إذا أنا مثلا أبغى أطلع نحيفة طويلة ونحيفة مونوكروماتيك كده اللي هو يكون كل الالوان من فوق لتحت نفس اللون. ممتاز. هذا الطله المثاليه. اذا بدك تروحي مثلا طله على الشمال مثلا ما نروح الحجاب اللي كثير قاسي فوق لانه عارف مثلا تروح لون بالضبط ما يكون كده. طيب خلينا نشوف اطلاله اخرى. المشجر تايجر او التايجر. في عندنا نوع من انواع الاجسام اللي هو الستريت المربع او المستطيل بنسميه. لما تلبسي له كمان مستطيل انت الستريت اللي مش مزمزم الفستان ما عززتي ما اعطيتي جماليه للجسم. فاكيد بنروح للصوره اللي عندك جنبك مبين الخصر بنفس الوقت محتشم، فمبين الجسم مبين تفاصيل الجسم مبين ثلث وثلثين مقسم ومش معطيه يعني هون ما فيش شكل. يعني قصدك يكون مخصر او تلبس له حزام مثلا. بالضبط اللي يبين وين الوسط تبعك وهو مش شيء مش محتشم بل بالعكس بس معطي وين خصرك. هون هي معطي يعني هو مستطيل وضل مستطيل بالعبايه هاي المستقيمه. خلينا نشوف الإطلالة اللي بعدها كمان. هذه الإطلالة. هلا في عندنا نوع من انواع الجسم اللي هو الاوراق عنده اعرض شيء. لما انت تلبسي هيك عبايه وعندك جيب كمان على او حركات او اشكال بتزيد عرض بتزيد. وانت اخذتي العينين على منطقه الاوراق اللي انت بدك تتفادي انه تبيني عليها. فاكيد نروح على شيء ما عليه اي تفاصيل او تفاصيل في جهه معينه بل بالعكس تعتمد التفاصيل بالجزء السفلي او ممكن عند الاكتاف. هاي ممكن تلبس الاكتاف العريضه او الرفراف بيعطي تفاصيل اعرض فوق وتفاصيل اعرض تحت. حلو. كمان عندنا اطلاله اخرى. اللي عندها بطن ريم. احنا كلنا في رمضان حيصير عندنا بطل. يسلم تمك بالذات لاخر رمضان. بالضبط بضل يكبر صح. طيب لما بتلبس كسرات وبالذات من عند البطن انت زدتي هذه المنطقه عرض. معقول انا احسب هذه تنحف اكثر؟ لا لا انه كسراتها كثير عند البطن. ايوه ممكن اذا تحت او اذا من فوق نبلش من عند الصدر بس على البطن مباشره خطأ بتزيد عرض. الافضل نروح
طبعا هاي اللي هي اللايرز او الطبقات باللبس تبعد البطن، وبنفس الوقت وجود الاسود على اطراف العباي اعطى الطول، عارفه صار إشي عمودي فبيعطي نحف للجسم. حلو. طيب خلينا نشوف اللي بعده. هلا هاي انا جبتها عشان برضه نرجع للاجسام اللي كتير بتيت. لما تلبسي طبقات ولايرز على الجزء السفلي اعطى تقل لجوا وقصرك بزياده، بينما نفس الالوان هي اعتمدت بالجهه الشمال بس لبست اللايرز لبست الطبقات اعطاها منحة طولي، عارفه وزادها طول. طبعا هذا اللي نحتاجه، فاكيد نبعد عن الخطوط الافقيه ونبعد عن اللايرز بالجزء السفلي. لما يعني صراحه نصايح مهمه جدا وحتساعدنا كثير خصوصا مع زيادة الوزن، وأحب أهنيكي على الجلابية التراثية اللي لبستها، ودائما التراث حاضر في الجلابيات وفي رمضان وبيكون هلا موسمه برمضان. حبيبتي يعني كل عام وأنتم بألف خير يا رب. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.